13,000 people are homeless on the island of Lesbos. They've been living in the largest migrant camp in Greece, but then this happened last night. A fire destroyed the Moria camp. So at the moment, there are thousands of people that are just on the streets without any type of access to medical aid, water, food. They just lost all of their belongings. تذكر انه وقت انا كنت صغير وامي شلون هيك تدللني وتلعبني ومن ثم بعدين كبرت قلت بدي صير فكر انه شو اطلع دارس او طالب اطلع مهندس وهيك يعني في الالكترونيات ما توقعنا يصير معنا هالحرب بسوريا حرب الظروف اي والله الظروف صعبه صرنا نشتي على الاكل يا زلمه تطبخ لك مجدره شش براك ملوخيه يبرا تاكل انت والدك اكلات الطيبه السمائيه كبه بس هيك خشم هوا سوريا اي والله نرجع بخير وسلامه بس وين اخرتنا صرنا نلم الحاس مشانك اخر عملنا كنا انه كنا يعني نقول انه نحن حصير فينا هيك اي افتح البنطلون وتعال جنب خذ بردك بس خير تعال جنب ايش هذا في المصايب كمان اخويا هذول شيفر شايفه طلع شلون عم بيطلع من تحت الارض طلع من عندك شايفه بس هيك اخي والله ما بدها ايه هذا كله دوب هذا كله المنيو حط هاي لا اخو خلي ما حدا بيعرف اني والله ما حدا بيعرف انا معلم يا اخي طلع وطلع لها من تحت الارض شافور رومان شافور هذا شيء سيارات خدون نعم خدون بالسيارات اللي عندهم زوزكي صعبة أخدون بالزوزكيات ما توم سيارات يا زلمة سيارة اليوم شفت الشغل قليل عملنا بهذا ألمنيو كيلو 35 سنت يطلع لنا شيء 5 ليرات 10 ليرات نجيب فيها أكل نجيب شرب
عم قبل شقد كان في نحاس يا زلمه، هلا ما ضل لا نحاس ولا شيء، دوب عم نلم الومنيو وحديد. اي والله. ايش بدنا ناكل اليوم؟ ايش بدنا نسوي؟ بس الاكل شو بيطلع؟ ايش نسوي؟ شو بيطلع من جيب؟ نحن نعيش في هذا المخيم المحروق لأننا بعد الحريق قررنا أن نعمل أنا وأخي خليل في أن نلم النحاس الباقي من الحريق ونبعث لأهالينا، أن أهالينا جدا بحاجة إلى فلوس لأن لا يوجد في سوريا لا عمل ولا شيء. شلون الوضع فول عجبك؟ شلون طيب حبيبي؟ كيف طيب؟ فنان بالأكل ولا لا؟ عالمي. تعرف أنا كم نوع أكل برا بسوي؟ 225 نوع أكل. طبعاً يعني أنا 60 أكلة تركية برا، يعني أنا كان عمري 10 سنين أشتغل بالطبخ والأكل. يعني أنا شغلتي جزار ذبح. أطبخ بريف، عجول، فروج، شاورما، همبرجر، شاوي، بيتزا، شاوي بأنواعه كامل، كباب بأنواعه. بيتزا بلحمة بلا لحمة؟ بيتزا بلحمة، بيتزا فصول أربعة، بيتزا بسجو، بيتزا بفطور. جبنة. إجباري جبنة تجيب فيها يا أيام، الله يسامحك، جبنة إجبارية. جبنة مثلث، مثلث. إيه جبنة إجبارية تجيب فيها. غير بيتزا. أساس البيتزا. فطاير جبنة شبه. فطاير وسايب، فطاير سجو، فطاير جبنة، فطاير زعتر، سبوسة، سبانخ. طلع 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 طلع. شفته 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 شفته. سونا تسمع صوته. طيارة حربية. أوه اثنين. إيه طيارتين. طيارتين. حربيات هذا. اثنين. صوبتهم. هون ما هاي الضربة هون راسها. هون بكل الأمكان. هاي الضربة هون هيك. إيه هون صوت فيها. صوبتهم. بطني. فجأة ماشي بعيد عننا 20 متر، فجأة طبت قذيفة، فنحن بنعرف إنه بيضربوا هن 3 قذائف ورا بعض. ثلاث قذائف، الرابعة ما بتنزل تجي. فأنا بعد 3 قذائف رحت لهنيك شوف إنه في عالم ساعدهم كذا عملاً. فأنا عم بسأل، طبت الرابعة و الساعة 9 الصبح اجت الطيارة على الهليكوبتر، زدت البرميل. نحن كنا نايمين طبعا. اجى البرميل على بيت جيراننا، من بيت جيراننا قد ما قوي الشصايا كلها طارت لعنا، ونحن عند ابوي انصاب وامي انصابت. امي كانت بالغرفة الثانية انشلت، يعني كانت نايمة انفاقت انشلت، وابوي انصاب بجنبته براسه، وانا انصبت بمعدتي وبإجري وبراسي. لاتكب يا اخوي زيت، عمت تاكل زيت. ايوه يا اخي مليان يا اخي. ماشي مليان، خلي تاكل زيت يا اخي. انت ليش تكبه؟ حطه فوق. شو زيت؟ زيتون. زيت زيتون تكبه. طاطا رامي تركتك عبك. خيام؟ ايه. لا اذا تطلع اسنا. ايه انا؟ ايه شو بتعمل مثلا؟ شو ناوي تعمل مع الايام؟ انت شو ناوي تعمل؟ مو انا. انا بدي اكمل اوروبا المانيا ان شاء الله. هو عن الدنمارك. انا راح اضل
مثل ما انا ساعد الناس ضل هون واذا تطور واذا اخذت الازرق بطلع بلم تبرعات وبرجع بساعد العالم. الله يجزيك على فعل الخير يا رب. امين. Out of your pockets, please. Put your hands out. Oh, okay. Out. Left your hands out. Mm. Okay, out. Why you're leaving okay. here? Why you're leaving here and not in the camp? No, today, tomorrow I'm go camp new. They know that I'm me tent number 200 271. Do you told them that you're leaving here today? Yes. Today, tomorrow. Do they I'm know go. That? Tomorrow I'm go. Yes, I know. Yes, I know that you will go tomorrow. But yeah. did you talk them? نحن سوريين ما عنا لا بروبلم ولا مشاكل. خلص تفضل تحكي تطلع وتدخل هاي. مشان ما يعني يشوفونا كثير. إذا حكوا شيء مراد كم ما حكون ضلوا. لا ما يحكوا شيء. كم بحبس. ماشي يا أخي مشان أنا مشاني ما فوت عليكم يا أخي. خير. مشان أنا ما فوت عليكم يا أخي ما فوت. هون طلع الكابل بس اربطه معلم اربطه خبيه وين خبيه عندك خبيه يسرقوها هون حطه هون حطه وين نحن نأتي بعربية الزبالة هذه الخضراء الصغيرة حبيبية لأننا لا يوجد لنا لا عربية ولا يوجد لنا مسكليت ولا يوجد لنا ميتور ولكن الرومان يأتوا بسيارات كبيرة جدا ويعبوا بالهائل جدا يأخذون جدا يعني هذا الذي نفق لنا النحاس والألمنيوم حطوا يا حبيبي حط شعر فوق أمي شلونك روحي؟ إن شاء الله بخير، شنو أبوي؟ والله الحمد لله يا أمي، عايشين عم نشتغل ماشي الحال. إيه وضعي صعب، الله ادعي لي الله يفرج علي. إيه شنو أبوي؟ إن شاء الله بخير، أموره بخير. إن شاء الله بخير. الحمد لله. الله يخلي لنا إياك يا أمي. وضع صعب هون وعم نشتغل بخمسة يورو، بخمسة يورو، بأربعة يورو عايشين الحمد لله. ليلو كيف ده زعل يا أمي والله تعبتها
خلي المخرطة يا أمي الله أزل لم حديد ولم خرطة ولم بلاستيك شوي شوي طالوا أجا يعني أم بطالوا أهم شيء مثلا خبز كون أكل كون شرب كون ليه؟ أربعة تمام. أيده. تمام. 24 كيلو 7 يورو. 24 كيلو؟ 7 يورو. 7 يورو. 30 سنت. 30 سنت. حرام. إيش نسوي؟ الحمد لله. 14 حسبة. يعني لل. هذا أعطيني. يعني لليوناني بيعطيه 15 يورو 20 يورو ونحن 7 سنت لأنه لاجئين. 30 سنت. 30 سنت كيلو. حرام ما حرام طيب نحن من الصبح للمساء عم نلم ونعمل وهاي والأخير 7 يورو بس. الحمد لله. ليش هيك قبلت أنت؟ مجبور يعني تقبل هيك؟ ما ببعلك يا هون إذا ما ما قبلت؟ مجبور يعني أنت ما ببعلك إذا ما رضيت؟ 20 كيلو 7 يورو الصبح للمساء يا زلمة والله العظيم حرام طلع لأغراضك يا زلمة لا تبيع هيك 7 يورو يا أخي لا تبيع برخيص 24 كيلو 7 يورو يا أخوي مجبور يا أخي منين نجيب أكل وشرب 7 يورو 24 كيلو يا أخي 30 سنت خلاص هيك مجبور عجبك بيع ما يا أخوي بيقول لك عجبك بيعني ما عجبك اطلع لبرا هيك هيك بقول لك اطلع بكب اغراضك برا يا اخي هيك يا اخي بغلط بحكي معك يا اخي لا بغلط ولا شيء بقول لي هذول اغراضك حقهم هيك عجبك عجبك ما عجبك انا مجبور ده ارضى من بدي اكل واجيب اكل خلاص خلينا نروح بقى حانك اوكي نضرب مشوي ساعه خيي انا ما بدي اقطع الضل مني تمام اخوي خيو خلص عيفني بشوي بس عيفني اطبخ يعني على الله تعربي يعني لا انا بدي بس اخوي لا اخوي خلاص لا تفهمني شيء انت انتهى كل شيء انتهى بس اطبخ ورايح انا لا تواخذني بابا اذا بتشوف وجهي بحياتك انت سبني خلص خرج اتركني يا اخوي الله يوفقك انا ناقصني هيك وهيك خليني اطبخ واروي يا اخوي الله يوفقك تركوني يا شباب عم بموت انا طفولتي بسوريا كانت الطفولة قبل الحرب طفولتي الصغيرة جدا كان لها مثيل لها أمان وحنان ويوجد مرح وفرح وأعياد أعياد لنا الأعياد جميلة ننتظرها بفارغ الصبر نعد الأيام لكي تأتي هذه الأعياد ومن ثم أصبح لا يوجد أعياد ولا يوجد فرح من بعد هذه الحرب الذي دمرت الناس الذي شردت الجميع الذي قتلت أولاد وقتلت أبهات وقتلت أمهات وتركوا الأولاد من لا أم ولا أب وتشردوا أصبح عالم
في سوريا عانى من التشرد للأطفال الصغار. المخيم الجديد ذهبت إليه، جدا مؤثر هذا المخيم، كان جدا جدا، والنفسية ميتة خالص، ولا يوجد كان أمان ولا يوجد طعام، الطعام جدا جدا مريض، يمرضنا الطعام، وأنا جدا مشتاق إلى أخي الحبيب خليل، وأشتاق إلى أكثر شيء الفتة، أشتاق للفتة بالثوم. يعني مع مرضه كان يسأل علي ويحبني، وأنا نائم يدير بال علي يغطيني إذا كنت متكشف. برأيي يعني عندي ورقة طرد، وهون استأنفت بالكامب، ولهلا بس أنا صلي 3 شهور ولهلا ما عطوني جواب. هون الوضع أحسن من ليسبوس، بس كمان هون سجن، بس أنا كأني عايش بسجن، بس يعني هون مفتوح يعني. أيهم، السلام عليكم، شلونك؟ شو صحتك؟ إن شاء الله بخير، طمني عنك. والله مشتاق، كيف صحتك؟ إن شاء الله بخير، شو أمورك؟ والله الحمد لله. شو الأمور عندك في الجزيرة؟ إيش عم تاكل؟ إيش عم تشرب؟ والله يا خيي، تعال أطبخ لك، تعال سألك طبخات، تعال سألك فتة، سألك لحمة بالصينية، لحمة بالفرن. اسمع، والله فتة، الله وكيلك، من يوم رحت أنت يمكن الله شاهد ما كان لحد الان. يلا بكره سبحان الله. والله بكره لا تاكل، بكره ان شاء الله بس جيت لعندي بسيرك. ايه ان شاء الله، بس استناني، ما استناني، هتستناني انت؟ استناك ان شاء الله تطلع، بركي تحاول تطلع. دليل وركي باخذك على الطريق، اذا صار معك شيء بساعدك، انا بساعدك، طلع عليك. والله بعرف.